المعارضين رفضوا الديمقراطية، لذلك انقسم الشعب المصري لقسمين. لا أستاذة أمينة، ممكن نناقش حضرتك؟ بس ممكن توطي التلفزيون بعد إذنك، هو ده أهم حاجة. أيوة، الخط قطع، بس احنا بس عاوزين تعليق حضرتك لأن الخط قطع، ممكن حضرتك ترد أنا على أنا فاهم. هي عايزة تقول إن احنا ضد الديمقراطية وإن المعارضين هم ضد الديمقراطية ويلجأوا إلى الصندوق، وده كلام حق يراد به باطل. ليه؟ لأن احنا كنا رايحين للصندوق ورايحين للدستور لغاية ما طلع الإعلان الدستوري. قبل، تخيل، يومين أو ثلاثة قبل الإعلان الدستوري كان حال مصر إيه؟ كانت الأمور ماشية كويس جدا، مفيش أي حاجة، الأعمال ابتدت تمشي، البورصة كانت بتنتعش جدا، بتتألق بشكل غريب جدا، كل ده كان ماشي. ومرة نزل علينا سهم من السماء بالإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري الذي فيه صلاحيات للرئيس ما أنزل الله بها من سلطان قضائية وتشريعية، محصن قراراته قبل وبعد، نيابة الثورة، ولا يوجد في بلد في العالم شيء اسمه نيابة الثورة، تلاحق من تشاء. يعني أنا النهاردة لو أنا قاعد في التلفزيون وبتكلم في حاجة، مش اي واحد مش ما بيحبنيش لاي سبب من الاسباب وراى ان في هذا الكلام ضد الثوره، يقبض عليا لمده 6 شهور، وممكن يفرج عني لمده يوم ويعيد حبسي تاني. الاعلان الدستوري، هذا الاعلان الدستوري ماذا فعل في الشعب المصري؟ هذا الاعلان الدستوري قسم الشعب المصري، هو السبب في اللي حصل النهارده. يقولوا لك لا، ده أصل الإعلان الدستوري ده مؤقت وسينتهي ولمدة 2 أسبوع، وما بالك إذا استمر هذا الإعلان الدستوري؟ ما بالك إذا الشعب هنحتكم إلى الصناديق؟ قالت الصناديق، مش بيقول ماذا قالت؟ قالت نعم، لا قالت المرادي، قالت لا، قالت الصناديق، قالت لا. يستمر الإعلان الدستوري؟ هو هذا ده الإعلان الدستوري هو الذي قسم الشعب المصري. وعشان كده تاني برجع أقول يا دكتور مرسي، لحماية شعبك ولحماية أولادك ولحماية المواطنين المصريين، وما تتراجعش في كل الإعلان الدستوري. مش ممكن في نوع من التوافق والتوازن، وممكن نقعد ونتكلم ونتكلم وبعدين الإعلان، وبعدين مشروع الدستور. يعني انت بتعملي حاجات بتثيري الشعب بتاعك، لما تيجي المحكمة ومقابلها ايه؟ ما فيش حاجات فعلية اتعملت الشعب يقول لك يعني مثلا ده حصل وسوى، فممكن يعني نتغاضى عن بعض الحاجات، فالشعب بيبص ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل، بيتخض. ده الاعلان، الاعلان الدستور، مشروع مسودة الدستور اللي هو اقر في عشان يقر، وقعدوا كام ساعة يشتغلوا فيه؟ من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعة 12 مش عارف 12 لغاية الساعة 4 الصبح او حاجة كده، مش عارفة بصراحة. ليه انت بتثير الشعب بتاعك؟ بتثير الناس ليه؟ طب ما تدي فسحه من الوقت. طب انا امبارح بسمع على قناه، على احدى القنوات، وكيل مجلس الشعب السابق وهو ينتمي الى التيار السلفي، وبيقول لك انا معارض على على على, على اشياء من الدستور اللي طالع. كان لو عندنا وقت نناقش هذا الدستور كنا ممكن وصلنا لدستور احسن. عمري ما انا حمسك الدستور واقول الدستور ده كويس 100%، لكن مش معقول ان انا اخد الدستور ده واختصره في 8 ساعات عشان اطلع الدستور، وبعدين تاني يوم اروح اسلمه لرئيس الجمهوريه، وبعدين رئيس الجمهوريه ياخده ويعلن الانتخابات بعد 15 يوم، وعايز الشعب المصري يسكت ويقعد يتفرج كده ويقول لك هذه هي الديمقراطيه التي نرضاها وهذه هي الصناديق التي نحتكم اليها؟ ومش معنى يعني هو في فكره، بس عشان الناس فاهمه ان احنا عاوزين نقلب نظام. هي هو الموضوع مش قلب النظام، هي اللي حصل ده كله. انا بغض النظر عن اللي الناس بتقوله دلوقتي في التحرير او في الاتحاديه ان هم عاوزين الرئيس يرحل، لكن المظاهرات كانت عن الاعلان الدستوري، يعني كانت على تغيير الإعلان الدستوري. محدش قال
ان عشان احنا انتخبنا الرئيس مرسي فبالتالي احنا عاوزينه ينزل. هو المظاهرات اتعملت في الاساس على الغاء الاعلان الدستوري. بقول لك قبل فالناس بس فاهمه يعني قبل الاعلان الدستوري ايه اللي كان حاصل. طيب الاعلان الدستوري ده الاعلان الدستوري ده طلع لسبب ان سياده الرئيس شايف حاجات احنا مش شايفينها. هو شايف حاجات احنا مش شايفينها. بالتالي يا سياده الرئيس قول لنا عليها. بالظبط. قول لنا عليها. لكن انا اطلع في رأي في خطاب للشعب. خطاب يعني صادم للشعب. وبعدين في هذا الخطاب اقول ان في واحد كان بيتحاور مع حد في مكتب فلان طب قول بالمستندات. قدم بلاغ الى النائب العام فلان الفلاني كان يتحاور في الحته الفلانيه. هقف معاك لو انا اعرف ان في انقلاب هيحصل على مصر على ده على الشرعيه الدستوريه بتاعتنا. انا هكون اول واحد واقف معاك. يعني الشعب متوقع من الرئيس دلوقتي مش زي زمان ان هو فرمان وهو ده اللي هيحصل وهو ده اللي هيمشي. لا متوقع من رئيسه انه يقعد يتكلم معاه يفهمه اللي بيحصل يفهمه انا خايف عليك ولا لا انا عملت كده ليه مين يعني كل حاجه يا سيادة الرئيس مفتوحه كتاب مفتوح. يا سيادة الرئيس تعاطف مع الناس اللي ماتوا. تعاطف مع الناس اللي ماتوا لكن ما تتعاطفش هذا التعاطف مع سائق السياره. سائق السياره انا ما اعرفش هو اصيب ازاي ولا اعرف هي اصابته ايه ولا شكلها ايه. ولو وسائق السياره دي عربيات كلها مصفحه ولو كان غلطان يبقى كان فاتح الشباك. ما تجيش غير كده ان هو كان فاتح فخد له طوبه يعني احنا معانا يا استاذ دكتور عمرو.